زها تقليد وموروث ثقافي مغربي، حيث تنظم العائلات المغربية رحلات إلى المروج الخضراء والبساتين للاستمتاع بقدوم فصل الربيع وسط أجواء احتفالية والاستماع لموسيقى الأندلسية وفن الملحون. مشاهدينا، نتواجد حاليا وسط بساتين الموقع الأثري شالة بمدينة الرباط، وبالضبط على الضفة الجنوبية لنهر أبي رقراق والتي يرجع حقبتها إلى القرن السادس. مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في النزهة الرباطية. على أنغام الموسيقى الأندلسية تجتمع أسر وعائلات مدينتي الرباط وسلا في حديقة شالة. فقبل سنوات كان موقع شالة الأثري ملتقى اجتماعي تراثي وثقافي، وجاء هذا الجمع ضمن برنامج الدورة الخامسة لأيام التراث تحت شعار التراث الثقافي غير المادي، والذي تنظمه جمعية ذاكرة الرباط سلا للحفاظ على الذاكرة الجماعية. تاريخيا نزهة كانت ما بين مدينة سلا ومدينة الرباط، كانت عادة كانت تنظم هنايا في شلة. فشنو هو البرمجة العائلية ديال هاد النزهة؟ هو الأكل بطبيعة الحال، حفل الشاي، وكذلك موسيقى. فاليوم جمعية ذاكرة الرباط سلا كتحتفي بالحلة الخامسة ديال أيام التراث. هذه أجواء رائعة بزاف، لأنها تمزج بين التراث المادي، لحقاش حنا في موقع تاريخي اللي هو موقع شالة، وبين التراث اللامادي اللي يعني هو هذه جمعية ذاكرة الرباط وسلا تتحييه، وتتحييه بطريقة جد احترافية وجميلة جدا، لأن هنا تتلقوا العائلات. موقع شالة الأثري والساحر يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، يحكي عن حقب تاريخية متعددة، والجولان داخل أسوار شالة المحصنة تأخذ الزائر في رحلة تاريخية متميزة بأطلال الرومان والفينيقيين والمارينيين وأسوار الموحدين. إكرام الأزرق، قناة الغد من العاصمة المغربية الرباط.